ولد لاعبا عملاقا فخطف الأنظار من الجميع بلمساته الساحرة وأهدافه المؤثرة وحماسه الشديد داخل المستطيل الأخضر. في الدفاع عن ألوان قميص الزمالك هو النجم أيمن يونس. يونس من مواليد 20 من فبراير من عام 1964، وانضم لمدرسة الكرة بنادي الزمالك وهو في الثامنة من عمره ليعبر عن موهبة فذة ترضي طموحات وأحلام أنصار ميت عقبة. تدرج في صفوف فرق الناشئين والشباب حتى جاء الرابع من مايو من عام 1984 ليكتب أيمن يونس شهادة ميلاده الكروية بهدف يحسم به لقاء القمة أمام الأهلي في قمة الدوري الثاني للدوري، مطلقا صاروخا يسكن شباك الحارس إكرامي. ومنذ هذه اللحظة بات يونس ضمن التشكيلة الأساسية لأبناء مدرسة الفن والهندسة وأحد الركائز والعناصر الرئيسية التي لا غنى عنها في تشكيل الفريق. وواصل أيمن يونس هواياته في هز شباك الأهلي بلقاءات القمة بالدوري محرزا هدفين آخرين في مرمى الحارس أحمد شبير خلال عامي 1987 وعام 1991. جسد أيمن يونس شخصية الجوكر خلال مشواره مع الزمالك في الثمانينات والتسعينات، فشغل عدة مراكز في خط وسط القلعة البيضاء حتى وصل الأمر إلى وجوده كحارس للمرمى في مباراة الترسانة عام 1988 لمدة تزيد عن نصف ساعة محافظاً على نظافة شباك القلعة البيضاء في واقعة مثيرة ونادرة. يعتبر أيمن يونس صاحب أحد أسرع أهداف الدوري المصري على مر تاريخه بعدما سجله في أقل من 11 ثانية من انطلاق مباراة الزمالك ومنتخب السويس في 8 من ديسمبر من عام 1990. ساهم يونس في عدة ألقاب بيضاء خلال مشواره الحافل داخل أروقة ميت عقبة، أبرزهم لقبين لدوري أبطال إفريقيا عامي 1984 وهو ابن 20 عاماً، وعام 1986 التي سجل في ذهاب المباراة النهائية لها هدفي القلعة البيضاء، كذلك لقب الأفرو أسيوي عام 1987 فضلاً عن 3 ألقاب بالدوري العام ولقبين لكأس مصر، كما حقق دورة الألعاب الإفريقية مع منتخب مصر عام 1987 وشارك بمنافسات أمم إفريقيا مع الفراعنة في عام 1988. وشغل أيمن يونس عدة مناصب إدارة عقب اعتزاله المستديرة، أبرزها عضوية اتحاد الكرة المصري في الفترة من 2004 وحتى 2012، وهي الفترة الذهبية التي عانق خلالها المنتخب المصري كأس الأمم 3 مرات. كذلك تولى يونس منصب عضو مجلس إدارة الزمالك خلال عامي 2013 و2014، كما شغل منصب رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى رحلة طويلة في عالم التحليل الكروي عبر الشاشات الفضائية استحق عليها لقب الفيلسوف عن جدارة. ليبقى أيمن يونس لاعبا أسطوريا في تاريخ مدرسة الفن والهندسة وكادر إداري يفخر به كل زملكاوي ومحلل بارع لا ينافسه أحد. أما عن الحديث عن أسطورة دفاعية باللون الأبيض فلا بد أن نذكر المونديالي هشام يكن. هشام يكن كان بمثابة صخرة تتحطم عليها أحلام وطموحات منافسي الزمالك ومنتخب مصر، تميز بالقوة والرجولة المفرطة والحماس الشديد داخل المستطيل الأخضر والأخلاق الرفيعة التي وضعته في مكانة مرموقة ضمن أساطير ميت عقبة. هو المدافع المونديالي النجم هشام يكن. هشام يكن من مواليد 10 من أغسطس من عام 1962، وتدرج بصفوف الناشئين داخل نادي الزمالك حتى تم تصعيده وهو ابن 20 من عمره بداية من عام 1982، واستمر على مدار 13 عاما يقود خط دفاع أبناء مدرسة الفن والهندسة حتى اعتزاله المستديرة في عام 1995. وعاصر يكن جيلين تاريخيين للزمالك، الأول بقيادة ملك النص فاروق جعفر والمعلم حسن شحاتة والغزال إبراهيم يوسف، قبل حضور جيل التسعينات متعدد النجوم على رأسهم خالد الغندور وإسماعيل يوسف وأحمد رمزي وأيمن منصور. ساهم هشام يكن بقوة في تحقيق الفارس الأبيض 10 ألقاب متنوعة على رأسها 3 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا أعوام 1984 و1986 و1993، فضلاً عن لقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي عام 1994 ولقب الأفرو آسيوي، كذلك 4 ألقاب للدوري الممتاز ولقب لكأس مصر،
وكان هشام يكن خلال فترة الثمانينات والتسعينات عنصرا أساسيا لا غنى عنه في صفوف منتخب مصر الأول، حيث اعتمد عليه الجنرال محمود الجهري قائدا لدفاع أحفاد الفراعنة في مونديال 90 بإيطاليا، ليقدم يكن مستوى فنيا مبهر نال إشادة الجميع. 34 عاما هو صاحب التمريرة التي حصل على إثرها حسام حسن على ركلة جزاء أمام المنتخب الهولندي، وجاء منها هدف الفراعنة الوحيد في تلك النسخة من المونديال. هشام يكن كان خير خلف لخير سلف، فحمل راية التألق والإبداع والأخلاق للكيان الأبيض من والده الظهير الطائر وملك الطاطية يكن حسين، فأكمل مسيرته الناجحة مجسدا داخل المستطيل الأخضر مقولة هذا الشبل من ذاك الأسد، ليبقى هشام يكن أحد رموز الزمالك والكرة المصرية، وواحد ممن يمتلك مكانة كبيرة في قلوب عشاق مدرسة الفن والهندسة.